مواصفات الخطيب الحسيني بحسب توصيات السيد السيستاني دام ظله. أن يكون الخطيب مواكباً لثقافة زمانه، وهذا يتطلب منه استقراء الشبهات العقائدية المثارة في كل سنة، فإن مواكبة ما يستجد من فكر أو سلوك أو ثقافة تجعل الالتفاف حول منبر الإمام الحسين عليه السلام حياً جديداً ذا تأثير وفعالية كبيرة. أن ينوع الخطيب في أطروحاته، فإن المجتمع يحتاج إلى موضوعات روحية وتربوية وتاريخية متنوعة. أن يتحرى الخطيب الدقة في ذكر الآيات القرآنية أو في نقل الروايات الشريفة من الكتب المعتبرة. أن يترفع خطيب المنبر الحسيني عن الاستعانة بالأحلام والقصص الخيالية. أن يهتم الخطيب بما يطرحه من موضوعات ويصطفي العبارات والأساليب الجذابة لنفوس المستمعين وعقولهم. أن يختار خطيب المنبر المواضيع التي تشكل جاذبية لجميع الشعوب على اختلاف أديانهم ومشاربهم الفكرية والاجتماعية، انتهاجاً لما ورد عنهم عليهم السلام: إن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. يحث سماحة السيد السيستاني دام ظله خطباء المنبر الحسيني على استشارة ذوي الاختصاص من أهل الخبرة والتخصص في المواضيع العلمية التي يطرحونها. أن يتسامى الخطيب الحسيني عن الخوض في الخلافات الشيعية سواء أكانت في مجال الفكر أم في مجال الشعائر، فإن الخوض في هذه الخلافات يوجب إثارة الفوضى الاجتماعية ويؤجج الانقسام بين المؤمنين. أن يهتم الخطيب بالمسائل الفقهية الابتلائية التي يعيشها الفرد اليوم في تعاملاته في مجال العبادات والمعاملات، من خلال عرضها بأسلوب شيق واضح يشعر المستمع بمعايشة المنبر الحسيني لواقعه وقضاياه المختلفة. أن يركز الخطيب على أهمية المرجعية والحوزة العلمية والقاعدة العلمائية التي هي سر قوة المذهب الإمامي ورمز عظمته وشموخ كيانه وبنيانه. وردت هذه النقاط ضمن توصيات المرجعية الدينية العليا للخطباء والمبلغين في شهر المحرم الحرام لعام 1438 للهجرة.